يعطيكم العافية حبايبي. بهذا الفيديو بدنا نعمل مراجعة لصور المشاركين في التحدي الرابع، ألا وهو أنك تصور قداحة بستايل الأبيض والأسود. نبدأ هاي الصورة. حلو، اصنع فرحة أو أطفئها. فكرة جميلة، قداحة الفكرة رهيبة صراحة، فكرة رهيبة جداً. هلأ الستايل تاع الصورة، الخلفية السوداء والظلال الغامقة تعطي طاقة سلبية، فهذا بوستر مخيف أو محزن أكثر من أنه مفرح، فبدنا ننتبه لهذه الشغلة. لو كانت الخلفية فاتحة مثلا، لون فاتح وفي إضاءة أكثر بالمكان، أتوقع بتعطي طاقة إيجابية أكثر للصورة. من ناحية التوازن جميل جدا، بلشتوا تنتبعوا موضوع توازن الصورة والعناصر حبايبي. هاي في عنصر هون، عنصر هون، متوازن الصورة. ندى الأغبر حلو، الاسم واضح هون، ممتاز جدا. أو أطفئها، بس إنه الفونت لو خليناه بلون أفتح أكثر مشان يبين، بس هاي الشغلة لأنه هون كثير مطفي مش واضح أبدا، فهاي الفكرة. والفونت كمان ممتاز، لو خلينا الفونت اللي هون الكتابة فونت مخيف يمكن كمان أعطت دلالة ثانية. بالنسبة للصورة اللي بعدها، اوكي لا بدنا ننتبه لشغله هون، في خطا بسيط جدا. الفوكس انت لازم يكون على، بصراحه معظم الاحيان لازم يكون على اول إشي موجود بالصوره اللي هو عنصر التركيز، فكان المفروض صراحه الفوكس يكون هون. اذا ما بدك اياه يكون هون معناته بدك تقص هاي القداحه، بدك تطلعها من الفريم، بدك تخليها لهون مثلا او تقصها اكثر زي هيك، لان الفوكس تقريبا على هاي القداحه. هلا صراحه حبايبي بدكم تبلشوا تنتبهوا لشغله، هاي احنا وصلنا التحدي الرابع وعم بتشوفوا في منافسة كثير كبيرة. هلا اذا هدفكم تتدربوا تمام، لكن اذا هدفكم توصلوا للجائزة بدكم تحطوا افكار اقوى وبدكم تتعبوا اكثر على الصورة، لانه عم بتشوفوا في منافسين الصور عندهم ابدا مش سهلة، فبدكم تنتبهوا لهي الشغلة، لانه هاي صراحة مستواها اقل بكثير كفكرة الصورة من اللي راح نشوفهم هسه. بدنا ننتبه لهي الشغلة حبايبي. شوف الصورة اللي بعدها، جميل. في كتابات بالخلفية مش واضحة شو هي، ما إلها داعي صراحة، التركيز على القداحة بس، الانعكاس جميل ما في انعكاسات ثانية، تمام. متوازن الصورة، الفراغ على اليمين أنا بلشت أنبسط إنكو، في ناس كثير بلشت تحكي لي عن موضوع إنه اختصاص الصورة، في ناس بيجي بقول لك لا يا لي المفروض طبيعي تعرف كيف تقص الصورة. لا حبيبي ما أتوقع إنه كلش طبيعي، هاي أشياء بدها تدريب. صحيح أنا طلبت منكو بالفيديو الماضي إنه تخلوا تنزلوا الصور بالطول، بس بدنا ننتبه لشغله، في البعض منكم ضاف اطار اللي هو الابيض على اليمين وعلى اليسار مشان الصوره توسع بالفريم. هلا بكل الاحوال، بكل الاحوال ابعدوا عن هاي الطريقه، شو ما كان السبب ابعد عن طريقه انك انت تضيف هذا الخط الابيض او الاسود على يمين ويسار الصوره مشان توسع على الانستغرام. فشو الحل يليه؟ حاول تصور، انا مستوعب ان انتم بدكم صوره كامله تطلع بالطول للريلز والستوري، لكن شوفوا انا اللي كنت طالبه انه تصوروا صوره بالطول بوست زي هيك، هاي هي فكرتها انه بتكون زي هيك، مش كثير مطاوله للستوريز، بس انه هاي بتزبط للستوري لانه بنقص اليمين واليسار بتسلك معي. فللتحديات الجايه حبايبي، اذا بتقدروا تصوروا صوره بالطول تمام، لكن بدون الاطار اللي على اليمين وعلى اليسار. رحاب خالد، لو خليت الاسم باللون الابيض خليه واضح وصغير، كمان خلفيه سوداء، قداحه وشعلتها ممتاز. على فكره اشي كثير صعب انكم تصوروا شعله القداحه، مش اشي سهل صراحه. التحدي انا عارف انه المعظم راح يضوي القداحه، فالتحدي مش انه انت بس تصور القداحه، بدي اشوف كيف بدك تصور الشعله. هون تمام، نور الهدى. لا يفضل الاسم يكون هون، حكينا الاسم يكون تحت بالزاويه على اليمين او على اليسار، راقي اكثر بيكون افضل. غير هيك الجهة اليمين من الصورة كثير فاضية، لو كانت القداحة ككل وزنها هون أحسن، لأنه في عنا عنصر ثاني بالصورة ورا. عاد عن هيك ما في تعليق، ممتاز، الانعكاسات جميلة ما في إشي ثاني هون، بس بدنا ننتبه لشغلة إنه تنظفوا هاي بصمات إيد. دائما لما تتعاملوا مع منتجات عاكسة بدكم تنظفوها قبل التصوير حبايبي، بدكم تنتبهوا لهي الشغلة. نروح نشوف الصورة اللي بعدها، هاي الفونت مخيفة. من بعيد انا مش مبين، كان شايفين كيف مبينه زي فونتات افلام الرعب من بعيد، مبكسل شوي، فلما قربت ضحى فوتوغرافي حلو.
خلي في نقطة بالنص، دائما افصلوا بين كلمات مشان الناس تقرأها أسهل. هيك ممتاز، بس أتوقع بدها إضاءة الصورة. شوف الهيستوغرام طافي راح يكون. بدكم ترفعوها شوي زي هيك، هاي قبل وهي بعد، كانت طافية كثير الصورة. عاد عن هيك شوفوا شو عملت هون ضحى. عندك البوكس تمام، يعني شوفوا الاختصاص من وين بلش. هلا في عنا بوكس ورا بالصورة، إله وزن بالصورة، فالاختصاص ما بنفع، صح؟ ما بنفع يكون من هون مثلا لهون، يكون بالتساوي هيك هيك. هون بزبط، بس كمان في عنا أولوية للبوكس، هي كمان هدفها تبين البوكس. طيب بهاي الحالة يفضل إذا سمعتوا عن قاعدة الثلث، اللي هو لما تقسم الصورة ثلاث أثلاث بالطول ثلاث أثلاث بالعرض، خلي القداحة مثلا على الثلث اللي هون، على نقطة التقاطع اللي هون. فلو بدنا نرجع نقص هاي الصورة زي هيك، خلينا نقصها مثلا، بما انه بدنا نبين البوكس تقريبا على الثلث اللي هون، فهيك افضل شوي صار تمام، لان هون اعطينا اولوية للبوكس كمان. بس حلو لو يكون فيه تفاصيل اكثر، مش بس انه بوكس فاضي، لو كان في كتابة او لوجو احسن كمان، نعطيه اهمية. عادة عن هيك مدام ما له اهمية بالصورة، خلص منقصها بالكامل ومنخلي الفراغات متساوية على القداحة، يعني تقريبا هاي ترانسفورم، سوري، بدنا نقصها زي هيك، بدي اخلي الفراغ على اليمين مساوي لليسار، شوف تقريبا زي هيك تمام. ف هون بصفي هيك ممتاز الاختصاص، والبوكس بالخلفيه عادي ما له اهميه اصلا، فعادي لو نقص. يعني نشوف اللي بعدها، هاي الصوره بالعرض كمان بدها اضاءه. انتبهوا للهيستوغرام يا حبايبي، لازم تفتحوا الهيستوغرام تشوفوه إن كان عم تستخدموا تليفون أو كاميرتكم. طيب هيك تمام، قداحة بالنص، في عنا عنصر هون، عنا هاي تقريبا من نفس العنصر، في عنا ثلاث مستطيلات هون، جميل. هون دائرة شبه مخفية، وهون في خط تمام. صراحة لا، بدها توزيع، يعني ناقص كمان عنصر هون يكمل، بما أنه في عنا الجهة اليمين كلها معبية والجهة اليسار من فوق معبية، في هون فراغ لازم يتعبى، لو كان اللوجو مثلا بخط ابيض بزبط. ايهاب زان، رهيب رهيب، جميلة جميلة جدا، فخمة. تقريبا الكاميرا اوطى من القداحة، فدائما لما اصور منتجات او اي اشي والكاميرا تكون اوطى منه تعطيه فخامة او تعظيم. الفراغ اللي على اليمين مساوي للفراغ اللي على اليسار، ممتاز جميل جدا. فراغ خفيف فوق فراغ تحت مع الكلمة، ممتاز، حلو انه الكلمة تكون بالنص. شوية دخنة من هون، جميلة. ننظف القداحة، هات نشوف، ما في بصمات، تمام، يلا ممتاز ممتاز. طيب نشوف الصورة اللي بعدها هون، لايتنج اب. بدي اطلب منكم شغلة، انتبهت انه المعظم عم بضيف امثلة او كلام بالانجليزي. يا جماعة الخير، الكلام الانجليزي له ناسه، ايوه معبي الانترنت. فياريت من التحديات القادمة إذا بدكم تضيفوا كلمات، خلينا نثري المحتوى العربي، فحاولوا كلام بالعربي يكون، خلينا ندور على قصيدة شعر أبيات، خلينا نثري المحتوى العربي لو سمحتوا. فبس هاي هي ملاحظتي، لأنه الإنجليزي إله جماعته، هاي معبيين الدنيا تمام. Lighting up the music, all themes ignite new melodies. جميل، بس هون مش مبين، أنا فكرتها طاولة اللي تحت، انا هلا استوعبت انه هون في جيتار. لا صراحه بدك تحسن الاضاءه ويبين الجيتار بشكل افضل، يعني لو كان الجيتار طالع، بدنا نعيد توزيعها للصوره. تقريبا الجيتار بده يكون هون هون هيك طالع، يعني وين بده يكون نهايته؟ لهون، لانه صراحه ورا القداحه ما بنفع، لازم يروح لهناك اكثر. هنجرب زي هيك، ايوه، بدنا نبين الفوهة تاعت الجيتار معاه، وبعدين هون نتخيل آخر الجيتار والأوتار مبينة، بعدين القداحة هون إذا بدنا نوزعهم. يعني تقريبا زي هيك، بدك تغير توزيعهم أكيد، والكلام بهاي الحالة إذا وزعناها زي هيك الصور، الكلام بيكون على هاي الجهة دوازن القداحة. بس هاي هي الملاحظة هون. هاي محتوى عربي، الخير يطفئ الشر كما في ألف لازم، كما يطفئ الماء النار. حلو، إيمان العباسي. مش مبين المي، أنا هلا انتبهت إنه في شوية مي هون،
فمش مبينة ولا الشعلة مبينة. دائما إذا بدكوا تصوروا إشي فيه إضاءة أو شعلة أو نار شمعة بغض النظر، الخلفية لازم تكون غامقة ضروري، عاد عن هيك ما بتبين النار، شايفين؟ أبدا مش مبينة. فهاي الشغلة بدكم تنتبهوا لها، أوكي؟ دائما إذا بدك تصور شعلة أو نار خلي خلفيتها سودة مشان تبين، أو مش أي شعلة أو نار، أي إضاءة، يعني بدك خط ليزر يبين مثلا، أكيد ما راح يكون وراه فاتح، بده يكون غامق مشان يبين الضوء. وعاد عن هيك الاقتصاص شوي بدها تعديل بالاقتصاص، لأنه القداحة كثير ملزقة هون، والكلام يعني بدكم تتخيلوه هون مستطيل مثلا هيك، ومستطيل بالطول، فتوزيعهم بالصورة غير مريح. فيفضل كان لو هاي صارت مربع مثلا، كبرنا الكلام انه الخير يطفئ الشر كذا، وضفنا جنبها هذا المستطيل، اوكي؟ وبدنا نحسب الفراغ من هون يساوي للي تحت تقريبا. هاي مستخدم ورقة A4 على الطاولة مشان هيك يمكن. يمكن اتوقع كان في بالك انه القداحة سودة فبدي خلفيتها فاتحة مشان هيك، بس بدك تنتبهي طارت النار بالطريق. شو الحل؟ ممكن نزيد الإضاءة على القداحة، تمام؟ أو ممكن نخلي الخلفية سكني غامق، يعني مشان تبين النار ونعزل القداحة، أو زي ما عمل هون الشاب أعطى إضاءة جانبية على القداحة هون، اللي هي الإضاءة الخلفية الباك لايت زي الموجودة عليها هسه على وجهي، هاي بنسميها إضاءة خلفية. لو كنت أنا لابس بلوزة سوداء راح يبين هون حواف تعزلني عن الخلفية. مشان هيك عم بطلب منكم تحطوا نقطة بين الكلمات المنفصلة، لأنه حرف النون هون أنا مش عارف معتصم نماري مبين نعماري، عرفت؟ طيب يا معتصم إيش هاي؟ أنت اللي صورت صورة القلم مع هذا الخط مبارح، أوكي، بس مش عارف إيش هاي، لزقة جروح مثلا أن القداحة ماتت، وهون في أنبوب عم بمدلها. حلو، في قصة بالصورة، حلو حلو، يعني أخذت مني شوية وقت عبين ما استوعبتها، بسبب انه يمكن لانه الصوره ابيض واسود فالتفاصيل كلها مش واضحه، بس لو زحت القداحه لهونه اوكي مشان تتوازن الصوره اكثر، لانه في عندك هذا العنصر بدك تعطيه اهميه الانبوب، والانبوب اللي ورا هاي كمان لازم تعطيها اضاءه مشان تبين، لانه ما كانتش مبينه صراحه. وهذا اظن هذا شاش، يمكن اتوقع هذا قصدك من الصوره، قداحه ماتت. اوكي هلا هي القصه وصلت، قداحة ما تتخلص غازة فعم بحاولوا ينعشوها. أتوقع هذا هو قصدك، تمام، حلو حلو جميل. اعملوا قصة هيك بالصورة يا جماعة الخير، حلو، الناس بتستمتع لما يكون في قصة بالصورة، جميل. بس هاي ناقصة كتابة، ما قصة كتابة مشان تكمل، أو زي ما عمل معتصم ضيفوا إشي ثاني بالصورة، مش بس قداحة ضاوية. فلو كتبنا هون إشي مع هون إشي كمان تكمل حلوة. للتذكير حبايبي صوركم جميلة، لكن بدكم تنتبهوا أنتوا عم بتنافسوا، ففي صور فيها أفكار وكذا كمان راح يتم التقييم عليها، هذا كمان بدكم تنتبهوا له، أوكي؟ طيب بدك تكون مميز عن البقية. ها في اسم تحت، أبو طبنجة، أنا مش عارف أنا محمد ولا محمود، بدك تنتبه لاقي فونت ثاني يكون اسمك واضح فيه حبيبي، هذا إشي مهم، الناس راح تنتبه على اسمك بشكل واضح، وممنوع يكون اسمك فونت والعيلة فونت ثاني، لازم يكون نفس الفونت حبيبي. الهيستوغرام عندك فيه مشكلة، بدك ترفع شوي، هات خنشوف تقريبا مشان توضح القصة زي هيك، هتشوف قبل وبعد، تمام. هو كان بدي يمكن تطلع تفاصيل هون، ماشي، بس حاول تلعب بالفوتوشوب شوي انه تفتح العادل القداحة، خلينا نجرب زي هيك، خلينا نفتح الشبس زي هيك، هاي قبل هاي بعد، اوكي مشان نعطي التركيز عليها اكثر. غير هيك حلو التكوين، يعني زي ما احنا بنحسب وزن للعنصر الرئيسي اللي بالصورة كمان بدنا نحسب الوزن اللي ورا، فممتاز، الاقتصاص ممتاز جدا، صورة جميلة، النار مولعة ورا، يا رب ما تكون منطرت من البيت يا حبيبي. تمولع على الطاولة، الله يستر، نشوف اللي بعدها. حلو، في اسم تحت، هات خلينا نشوف. حلا مش هلا، شكرا يا حلا، شكرا. جميل جدا، بس كثير ما بدكم تنتبهوا لشغله، ما حدا راح يعمل زوم على صوركم.
خذوها بعين الاعتبار. عمرك انت فتحت انستغرام وعملت زوم على الصور الا اذا كنت مجنون زيي. انا بفتح انستغرام بدور على التفاصيل، بس 99% مش مجانين زيي. فحاولوا تكبروه شوي بحيث يكون مقروء. يعني انت تخيل انه انت ماسك تليفون بدك تقرا هل هو واضح او لا. تمام. ها في عنصر هون ابيض له معنى، مش عارف صراحه لانه هذا شوي ماخذ من انتباه الصوره. لو شلناه مثلا نشوف ايش راح يصير. هاي هون بدنا نشيله من الصوره لانه كان شوي ماخذ من تركيزي، فبدنا نخلي التركيز على القداحه بما انها سطح عاكس. اول شيء خلينا نعمل زوم اكثر، يعني بدنا زي هيك، يمكن هدفك تبيني ورق الشجر. بدنا نعمل زوم اكثر، حرام لانه كثير صغير. تقريبا زي هيك، خلينا نزيحها شوي. سلكشن ايوه ديليت. اوكي فبدي تشوفوا قبل وبعد، هيك اعطيناها اهتمام اكثر للقداحه. وبالنسبه للانعكاس زي ما حكيت يفضل ورقه A4، بدكم تنتبهوا لهي الشغله حبايبي. حلو، اسلام القواسم جميل، ستايلك سيمبل بسيط جدا، خلفيه سوداء، عندك القداحه هون. بعتذر على صوت الشاحنات اللي عم بطلع بالفيديو. وخلص انت صرت مميز بهذا الستايل، بس بدك تنتبه لشغله يا اسلام يا حبيبي، حاول تغير من ستايلك وتعطوا. هلا بدنا نبلش منافسه حقيقيه، بدكم تعطوا فكره وقصه اكثر بالصوره وجهد اكثر. تمام، هاي الصوره. Will power is your shadow getting tired but you keep going. خلينا نحولها للعربي، انسونا من المحتوى الانجليزي. ياسمين حلو، يعني ها مقروء من بعيد. القداحه ماخذ حيز، هذا اللي كنت احكي عنه، طلع ماخذ مستطيل هنا ومربع تقريبا هون، يعني لو كان اكبر شوي المربع زي هيك افضل كتكوين. وبس ما في شغله ثانيه. بس كمان لو يعني بما انك عم تحكي على الشادو جيتنج تايرد او كذا، لو ضفنا ظل للقداحه لانه هون ما في ترابط بين الجمله وبين القداحه صراحه. في ضعف بالصوره، بدنا ننتبه لهالشغله. هاي الصوره كمان نفس الشيء 100، بعرفش في معنى للكلمه هون. عالم راي تمام حلو بسيطه، يعني الانعكاس يعتبر من جزء من الصوره الاصليه، فالفراغ متساوي. جميله بسيطه جدا الصوره. هون نلعب نطلع تنين على شكل دخنه. اوكي حلو، بس التفاصيل اللي هون ضايعه. تسوي المنتجات العاكس صعب. في اسم تحت رزان عود. حلو، اخذت المعلومه اللي اعطيتك اياها امبارح بلاش، لا لا ما فيش داعي للايقونه. ممتاز ممتاز جدا. هلا هذا الانعكاس لو شلناه لانه مزعج للعين صراحه، هات اجرب اشيله زي هيك. هيك ممتاز، فكان مزعج للعين ما في له داعي. هيك ممتاز، الفراغ اللي هون مساوي للي هون تقريبا، الفراغ اللي فوق هون. الانعكاس يعتبر من تكوين الصوره، بس عادي بنقدر نحسب الفراغ من تحت من قاعده القداحه ما في مشكله. اتوقع هيك ممتاز. في اي تعليق؟ حلو هاي مضافه، لا ممتاز، سلم ايديك. جميل جدا قداحه، مع انها الصوره لوكي بس اتوقع مع دلاله دينيه زي هيك ممكن تعطي اشاره للامل، بس بما انها ابيض واسود عم تعطي اشاره حزن. يمكن لو كانت ملونه تعطي طاقه اكثر، بس هيك ممتاز. الشعله بالنص بالضبط، الايد الاصابع المبينه ممتاز. لو كملناها هاي الصورة بكتابات من هون مثلا من الإنجيل، ممكن تطلع إنه الصورة زي كأنه الأمل أو شعلة نار ممكن تعطي أمل للحياة أو إلى آخره. تمام، هذا عن هيك في ملاحظات؟ لا ممتازة، والتركيز على القداحة أو على الشعلة أكثر من القداحة ما عندي مشكلة. ممتاز هون. أوكي خلينا نقص الصورة أول إشي بشكل صحيح مشان أقدر أدرسها صح، زي هيك. اوكي خلينا نقص الحواف زي ما حكيت، ابعدوا عن موضوع انك تضيف حواف بيضاء او سوداء على الصوره. حلو، في اسم تحت، شو هو الاسم؟ بشاير علي. حلو مقروء ممتاز، لو كانت هاي مفصوله اكثر بيكون افضل. الانعكاس مع الدخنه جميل جدا.
كلها الدخن البيضة من فوق والانعكاس أسود من تحت. جميلة ممتاز بسيطة ما في عليها تعليق، الفراغات متساوية تقريبا، يمكن هنا بس بدها شوي اقتصاص بس لا ممتازة، عيني ما لق متوازن الصورة. الله أكبر، أنا متأكد صاحب هاي الصورة اللي عمل الأقلام امبارح. جميلة، هذا ستايل من التصوير، مش بس انه ابيض واسود، نوع من انواع التصوير بنسميه تصوير النمط، النمط او التكرار. اللي شاركوا بالتحدي 30 صورة النسخة الاولى، اللي هو لما طلبت منكم تصوروا نمط من المطبخ اشياء مكررة، فهاي ما لها معنى الصورة لكن تزبط كدعاية ك هي صورة جميلة للعين. اوكي هي تعطي راحة للعين، فجميلة جدا متناسقة بالملي يعني، واو صراحة جميل جدا. استنى شوي، معقول عملت لي في بالي يعني لو عملناها تكرار وسحبنا الصورة على اليمين معقول بكملوا بعض اذا عملتها؟ اوه هو هو هو. استنى شوي، لا لا رهيب رهيب، يعني ناقص نتفة وبمشي ورا بعض وال، بس يعني ايش طلع 2 بكسل. اتوقع بعد ما شاف الفيديو انتحر انه طلعت له خطا بسيط زي هيك. بس جميل جدا بالملي والله الصوره، ممتاز يسلم ايديك. طيب نشوف اللي بعدها، جميله جميله جدا ما شاء الله ما شاء الله. طيب نوقف الكاميرا. طيب بالنسبه لهاي الصوره راويه دي بي، حلو اخذت الملاحظه اللي اعطيتك اياها امبارح، ايش هالقد احس زعلانه. حلو حلو حلو، في وجه هون للقداحة جميل، بي ذا لايت ممتاز، بس هون زعلان القداحة مبين، مش انها مبتسمة. جميلة جميلة، خليني بس مشان تطلع قدام الكل كيف الصورة بشكل نهائي، خليني اقص الزوائد زي هيك، هيك ممتاز وبتنزل ستوري. صحيح اتوقع اللي صوروا صورة مربع او بالعرض ما حضروا الفيديو امبارح بالكامل، اللي حضروه بالكامل واضح شو استفادوا، في فائدة للي حضر الفيديو لآخر ثانية، اللي حضر لآخر ثانية عرف لحاله عرف، اللي ما حضر عم بيروح عليه أشياء كثير صراحة. هاي ممتازة بس الاسم كثير كثير كثير, كثير صغير. تمام هاي ممتازة، وإضاءتها بدنا نزيد الإضاءة، الهستوغرام أظن واطي شوي، طلع الهستوغرام فبدنا نرفع شوي الإضاءة زي هيك. أشوف هاي قبل وهي بعد. تمام في أي ملاحظات؟ في مبارح صورة كانت الأقلام اللي كانوا 4 أقلام زي هيك، 1 2 واحد بالنص واحد على الطرف، هذا اللي أنا بحكي عنه. التركيز هيو هون، إذا في عنا عنصر أمامي يفضل يكون out of focus، تمام، وإذا عنا عنصر خلفي كمان out of focus، بس بدنا ننتبه لشغلة هاي كمان زيدوا عليها ملاحظة، لا يفضل العنصر الأمامي يكون أكبر من عنصر الرئيسي، تقريبا نفس الحجم شايفين. يعني لو أنا أجيب مستطيل هون، هات خلينا نعمل مقارنة على السريع، لو اجيب انا مستطيل زي هيك تمام واحركه، شايفين اكبر من القداحه. طب شو الحل يلي شو كيف بدي اصغره؟ يعني طبيعي اي شيء بيقرب من الكاميرا بيكون اكبر، قصه على السريع، هذا اول شيء يخطر ببالك. كيف بقصه يلي؟ تعمل زي هيك هيها، او سوري عم بشلف معي مع الشفت. طيب خلينا نقصها زي هيك، هيك صار حجمه اصغر. القداحه تقريبا بدنا ناخذ اختصاصها زي هيك، وهلا بس نقص، شايفين كيف صغر حجمه؟ فهي كمان ملاحظة جديدة تكون عليكم حبايبي، اوكي؟ ما تخلوا حجم العناصر الأمامية أكبر من العنصر الرئيسي اللي موجود بالصورة. هاي الصورة حلوة، في إشي من النار؟ في علامة ولا مش عارف؟ لا ما في علامة هون. تمام بس هاي كثير صعبة، كيف طلعت معك يعني؟ ممتاز، في أي ملاحظات؟ اسمك تحت، خليه بالأبيض، خليه واضح ما في مشكلة، خليه يبين عادي توقيعكم، خلي اسمك يبين بالصورة، فأعطيه كمان أحقية. غير هيك يمكن لو لا المشكلة إذا ضوينا الهستوغرام أكثر راح تروح تفاصيل الضوء، يعني مش دائما طلع، مش دائما الهستوغرام أنت لازم يعبي زي هيك، راح تفاصيل الضوء شايفين؟ فبدنا ننتبه لهي الشغلة، لكن بنفس الوقت بدنا نعطي أولوية للظلال يا ماجد، أنت خاسف في الظلال، بدك تغمقها شوي زي هيك، هي قبل وهي بعد،
اوكي. الظلال حلو انها تكون سودة، ما تخليها فاهية، بس ما عندي ملاحظة ثانية. النار بالنص. طب يا ليو القداحة بنحسب الفراغ تاعها من هون ولا من هون؟ العين عيني مش عم تقرأ القداحة اصلا، مش شايفيتها، هذا هو عنصر التركيز. فما بيهمني الفراغ انه ما يكون متساوي هون على اليمين او على اليسار اذا كان اكبر شوي. العين مش عم تقرأ القداحة اصلا حتى تحسب لها فراغات، لكن هذا ضروري يكون فراغه اللي على اليمين يساوي لليسار، لانه هذا هو مبين فورا عيني بتلقطه. تمام. حلو، تقطير جميل جدا. اوف هاي نار مولعة بالورقة. سرة، سرة العنان. حلو، الاسم تحت خليه بالابيض بيكون واضح اكثر. اعطوا احقية لاسماءكم حبايبي، ويفضل لو تضيفوا كلمة ات بحيث انه لو حدا شاف هاي الصورة الحلوة وبدي يدور على حساب هذا الشخص. انا كثير بتعب بهاي المواضيع، لما اشوف صورة حلوة طبيعي كمصور اروح اتابعه، بدي اشوف شغله، يعبي عيوني تغذية بصرية. فهاي بواجهها مشكلة انه ما حدا بحط اسمه على الصور. هاي الشغلة بدكم تنتبهوا لها، لازم بتجيب لكم متابعين مهتمين بشغلكم. عاد عن هيك، النار بالنص، خلفية سوداء، يا ريت لو كانت ورقة او قماش مشان ما تعكس، هاي اتوقع خزانة او خشب. عاد عن هيك ممتاز، ما في اي مشكلة او تعليق عليها. طيب نشوف هاي الصورة. اوه بلال بيكسل، اول حرف من اسمك بده يكون كابيتال لتر حبيبي. حتى لو آت بلال بيكسل خليه كابيتال لتر، كمان بيكون راقي اكثر. شو هاي جيش مع الانعكاس؟ هلا بهاي الحالة حبيبي الانعكاس غامق وارضية غامقة، فالفراغ ما بنحسب من هون الا اذا بدك تعطي اهمية، يعني بدك تحاول تفتح الصورة من تحت. هات افتحها على السريع ونشوف الفرق. هاي فتحناها شوي، افتحها اكثر زي هيك، كمان نفتح هيك بتتسجل بالصورة لانه كثير غامقة كانت. أو إذا ما بدك تفتح بدك تخليها كثير غامقة، قصة ما له داعي الانعكاس كله يبين صراحة، ما في دلالة أو أهمية. عاد عن هيك ممتاز، مصفتهم تقول جيش مبين هذا البوس. حاول تكبره بالصورة أكثر، خليه قدام هيك، هو البوس والبقية وراه صغار. بس ممتاز جميلة، والاختصاص كمان ممتاز عليها. يسلم إيديك يا بلال. هون خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. الله أكبر، أحمد كابسة معك يا أحمد. حلو زي هيك أندرسكور، بحب الناس اللي بتاخذ المعلومات اللي عم بعطيها إياها. بس خلي الآت، يلا ضيفوا الآت، نايانا بنمشي خطوة خطوة. بس لا بدك تنتبه، في عندك مشكلة بالاختصاص حبيبي. عندك أنت هون كتلة بالصورة لونها أبيض، عندك كتلة تقريبا هون لونها سكني، فهاي المنطقة فاضية. لا بدك تقصها. فشو الحل يا ليو؟ بدك تقصها زي هيك. يعني كلكم عاملين نفس الشغلة انه الكلام مستطيل زي هيك والقداحة مستطيلة زي هيك، فحاول خليها مربع مشان يكون في توازن بالصورة. تمام. ما عدا عن هيك بدنا نقصها تقريبا زي هيك، هيك اصح. تمام. فيشوف الفرق، هيك احسن، هيك صارت متوازن، الفراغ اللي على اليسار صار اقل حبيبي. طيب اشوف اللي بعدها، هاي بدها إضاءة فورا. طلع الانستغرام فاضي، كله فاضي، فلازم نزيد إضاءتها. بس المشكلة النار راح تختفي لي، شو الحل؟ راحت النار. هاي بنعمل لها فوتوشوب عاد، بدك تفتح الحواف وتخلي النار زي ما هي تقريبا زي هيك قبل وهي بعد. إذا بقدر أفتح كمان وهي كمان أفتح بزيادة، نفتح النار شوي. هاي قبل وهي بعد مشان تبين تفصيل القداحة. بس هاي هي الباك لايت، الحواف البيضة اللي كنت احكي عنها. مين كان يواجه مشكلة انه خلفية القداحة بيضة؟ حكينا قبل شوي، هي الحواف، هاي الاضاءات بالتصوير بنسميها باك لايت او رمات، رم لايت على حواف المنتج. جميلة، متوازن الصورة تقريبا، الفراغ من هون يساوي الفراغ من هون. جميلة، يسلم ايديكم. شوف اللي بعدها، هاي في حواف بيضة، خلينا اقصها اول. لمار قوادري، يا ليمار خليني اقص، ماله شرط الفوتوشوب ليش زعل؟ ايه 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 زعل منيح كمان، ماله عساس اعمل ابديت ودمرونا بالابديت، مش قادر اقص اشي. طيب خلينا نلمح هاي على السريع زي هيك. ايش هي
برنامج شرط يا جماعة الخير، زعل الفوتوشوب. أيوة زي هيك، خليني نحيها مشان أقدر أقرأها صح ما أظلم الصورة. طيب يا ليمار، حلو ممتاز، بطل يكبر. أيوة شكله في بق مع الابديت الجديد حبايبي، ما حدا يعمل ابديت للفوتوشوب، هسه عملت له ابديت قبل ما ابلش بالفيديو ففي بقات فيه. تمام، بس الظلال مش سودا، الهيستوغرام راح يكون فاضي اتوقع. هي من هون بدكم بس تغمقوه شوي قبل وبعد. النار حلو بس ما فيش فيها تفاصيل، ضايع تفاصيلها. هاي مش نار، ايش هاي؟ ما القداح مش ضاوية، معقول شمعة وشتر بطيء يمكن. وغير هيك حلو، الفونت مفهوم تاع الاسم، بس لاك بس لاقوا فونت يكون في حركات ومفهوم بنفس الوقت. عاد عن هيك ما في. تمام ممتاز. كله ايدين يا آية، كله ايدين. الساحرة الشريرة اتوقع بدها بس شوي الهستوغرام يتعدل زي هيك وشوي اغمق. هي قبل وبعد، كانت بدها إضاءة بالهستوغرام. طيب هيك ما في أي ملاحظات، قداحة بس بدك تغير ستايلك يا آية، خلص بدك تجربي إشي ثاني. يعني أنت عم بت صراحة مش عم تستفيدي هلا من التحديات، لأنه أنت عم بتكرري نفس الفكرة بكل صورة اللي هو إيد وإفكتات على الصورة، فبدك تغيري من هذا الستايل، جربي إشي ثاني، جرب ستايل ثاني مشان تستفيدي وتتدربي أكثر. هون let's burn it all، كبست مع صاحب الصورة. يلا نحرق كل إشي. ول 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 يعني. حلو مع قداحة، تمام ممتاز، مع أنه القداحة ما لها دخل بالكتابة بس تمام، ما في تعليق يعني، الصورة بسيطة. نشوف هون، حلو اللوجو كثير كبير كثير كبير، وزي ما حكيت يا تستخدموا الأيقونة يا الاسم. هلا كبداية يا لما ديزاينز استخدمي اسمك، بس يصير في لك اسم ومتابعين كبار تستخدم الأيقونة تمام، لكن كبداية خليك على اسمك، خلي الناس تبلش تحكي عن اسمك. اوكي فانسى الأيقونة وخلي اسمك تحت. طيب غير هيك تمام، في حجارة، في خطوط إرشاد بتودي لهناك صراحة، أو ممكن نحكي إنها بتجيب لهون. أشوف بتجيب لهون، لا هيك ممكن عم بتأشر القداحة بس عم تبعد عن القداحة، يعني خطوط الإرشاد عادة بتمشي زي هيك يعني من كبير وبتمشي لصغير، فلو عكسنا وخلينا القداحة لهاي الجهة أفضل بتكون الصورة أقوى كتكوين. سوري غير هيك، ما في شيء عليهم، ما عندي مشكلة. هاي القداحة اللي الكهرباء يمكن اللي بيطلع منها بس الخط الرفيع، جميل بسيطة الصورة، ما في عليها تعليق كثير. تمام بس يفضل لو كانت خلفية القداحة فاتحة، يعني زي هون، هون ممتازة الخلفية ورا الجزء الأسود هاي فاتحة ممتازة، نفس الاشي لو كان لهون للقداحة نفسها. نشوف هاي الصورة، هاي بدها إضاءة هون بس بدنا نزيدها شوي، خلينا نشوف زي هيك، خلينا نفتح الميد تونز. هي قبل وبعد، بدي أشوف تفاصيل أكثر. طيب هون حلو، دخان سجاير سالي أند سندوس، جميل يا سالي وسندوس. بس ناقص يلا كمان عنصر هون مشان تكمل يعني هاي الصورة ككل. إيش في غير هيك؟ بس يعني ما في أي تعليق، والقداحة بالنص ممتاز جميل. نشوف هاي الصورة هون، عازف الأوتار. إيش؟ لا تزيد النار. هلا الصورة مايلة، صهيب عبد ربه، الصورة مايلة بس ثواني تحملوني. عازف أنا عازف الأوتار، أنا مش فاهم البيت صراحة. لا تزيد النار، تمام حلو ككتلة بصرية هون تمام، بس هاي الخلفية هاي القداحة السوداء اللي هون ما لها داعي، مخرب الصورة أكثر ما هي فايدة الصورة، فاللي ورا هاي بدك تلغيها. غير هيك القداحة مايلة، إحنا ما بنخلي الأوبجكت أو الشخص أو العنصر الرئيسي بالصورة مايل إلا مشان يعطينا سبب إنه هو مثلا إنسان مجنون أو غير عاقل غير راكز، يعني زي فيلم باتمان والجوكر. إذا شفت البوستر تاع الجوكر راح تلاقوا البوستر تاع الجوكر راح تلاقوه مايل شوي البوستر تاعه،
مشان يبين لك انه هذا الانسان غير صحيح. فمشان هيك ميلان القداحة هون ممكن يخدم الصورة انه قداحة مجنونة مثلا، ما بعرف. تمام، بس لاحظوا شو عمل، خلوا الخلفية بيضة لكن النار خلى خلفية سوداء، هذا شيء ممتاز وصحيح. بدنا نكبر بس اللي هون، هذا لازم يتكبر صراحة التكست. خلينا نجرب نكبره زي هيك احسن عشان يزيد وزن بالصورة. اوكي تمام، في ملاحظة ثانية؟ لا، بس هاي الشغلة بدكم تنتبهوا لها. عزف الاوتار لا تزيد النار هون، هاي بدها اضاءة انستغرام فاضي. تمام، هاي قبل وهي بعد. في اسم تحت قمر ابو عايشة، اوكي بس كبروا الاسم اكثر شوي. صورة جميلة وبسيطة جدا. تمام، فراغات متساوي، ما في تعليق عليها، جميلة الصورة. نشوف هون، اوه اوكي هيا فوتو حلو، قادر اقرأ من بعيد. القداحة مكتوب عليها ايش القداحة؟ ايش هو؟ لاحظوا ان انا بقرأ هيك، لا يفضل. By action we take out the fire from the stones. اوكي بالفعل. شو دخل الستونز ما في نار هون او فاير؟ حلو الكلمات اللي بدكم تكتبوها كمان يكون لها علاقة بالصورة، او العكس، خلي الصورة لها علاقة بالكلمات. في ايش ثاني؟ نو ممتاز. التركيز هون، الإضاءة هون إضاءته أكثر من الخلفية، حلو. الفراغ متساوي، يعني الخلفية إحنا هذول ما بنعتبرهم عناصر صراحة، أو لا سوري بنعتبرهم عناصر بهاي الصورة، بس إنه كمان لازم وزنهم يكون متساوي على الجهتين. تمام، يعني هاي القطعة اللي هون ممنوع تكون للنص أكثر من هاي القطعة، فبدي يكون متوازنات كمان، تقريبا توزيع متماثل سيمتريكال. طابة بالنص، القداحة مايلة، جميل جدا بسيطة، بس بدنا نحاول نربط الصورة بالكلمات اللي بتختاروها حبايبي. بالنسبة لهاي الصورة إضاءتها جدا جدا قليلة، طلع الهستجرام هسه شو راح يكون فاضي. أيوة، فبدك تزيد الإضاءة عبين ما تصير التفاصيل واضحة. هي قبل وهي بعد. الاسم كثير صغير، عبد الله القضاء، يا عبد الله حبيبي بدك تكبر الاسم. فهي أعطيك هيك مثلا، بدنا نكبره شوي يعني تقريبا بحيث يكون مقروء وما يخرب الصورة زي هيك مثلا. اوكي بس انا بدي احطها بمكان بحيث انه ما تطلع من الفريم زي هيك، راح تعمل مشكلة من الفريم تقريبا زي هيك. اوكي هذا الفريم طلع من هون لانه، بس ما في مشكلة، حتى هيك لسه صغير لو كبرته كمان شوي اكثر. قداحة مع السيجار ممتاز، النار مولعة مبينة، جميل جدا بسيطة قداحة. نشوف هاي الصورة، ميرا أبو عايشة. أوكي بس هاي واللي تحتيها شوف الصدفة نفس بعض تقريبا، لاحظوا إنه قدها حمل على النار تاعتها. هلأ زي ما حكيت الصور جميلة، لكن هلأ بدنا نبلش نشد حينا وبدنا نتنافس حبايبي. بدكم تبلشوا تعطوا فكرة بالصورة، قصة بالصورة أكثر. أوكي نفس هون ما في اسم، فمش عارف لمين هاي الصورة، لكن ممتاز. للتأكيد حبايبي في بعض الصور نزلت ستوري أنا، في بعض الصور لا طلعت على الهاشتاج ولا عن منشن، فما بعرف هذا شكله عطل بالإنستغرام، مش عارف شو المبدأ تاعه صراحة، لكن ما راح يتم استبعادك لأنه إحنا أنا عم بتبع إنه عم بتنزلوا البوست على الوقت وكل إشي، عم بدخل على بروفايلاتكم، خلص بمشي هذا الإشي وما بيتم استبعادك، ما تخاف. تمام حبايبي، فبدكم تنتبهوا لهي الشغلة، ما تقلق إنه أنت تم استبعادك إذا ما ظهر بالمنشن أو بالهاشتاج، بس ابعث لي مسج إنه يلي وما طلع وخلص، أنا فورا بنتبه إنه في مشكلة كانت بالإنستغرام وقتها. يعطيكم العافية حبايبي، ما بدي أطول عليكم. بالنسبة للتحدي الخامس، في ناس عرفوه امبارح، كيف عرفوه؟ سألوهم ما بعرف أو دوروا الكومنتات. مطلوب منك تصور باكيت فاين، وهذا التحدي راح يكون قبل الأخير من مرحلة الأبيض والأسود، فجهزوا حالكم له وبستناكم بالفيديو القادم. بس ما تروحوا، اتذكروا دائما يا حبايبي أنه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. بشوفكم فيديو بكرة، مع السلامة.